كلنا عندنا ذنوب وعيوب، فمن أراد أن يستر الله ذنوبه وعيوبه فعليه بستر الناس. صح في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أحيانا تصلك روابط: شاهد فضيحة فلان أو انشر فضيحة فلانة. من تمام الستر ألا تفتح الرابط وألا تنشره، بل أغلق الرابط وقل: اللهم استر على المسلمين والمسلمات. إذا كنت مع أناس وبدأوا بذكر شخص بغيبتهم فامنعهم عن الحديث وقل: ما علمت عليه إلا خيرا. في الحديث: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أحيانا قد يفشي شخص عنك سرا وأنت تعلم عنه أسرار، إياك أن تفضحه. في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. متى ما وضعت في رأسك أنك تريد فضح إنسان وقمت بذلك، فاعلم أن الله سيفضحك، سينشر سرك، لأن الجزاء من جنس العمل. من أذكار الصباح والمساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، فتطلب من الله أن يستر كل عوراتك. حقق هذا الدعاء بسترك على الناس. اكتب ذنوبك الكبيرة العظيمة التي لا يعلمها أحد على ورقة، وأنت تكتبها ستستحي أن يراها أحد. إذا أردت أن يسترها الله فاستر على الناس. تخيل الموقف يوم القيامة وأنت تقف للحساب أمام كل البشر، وتعلم ذنوبك التي سيقررك الله بها. فجأة يضع الله سبحانه وتعالى عليك ستره، لأنك كنت تستر على الناس. رجل تزوج بفتاة واكتشف أنها قبل أن تتزوج به كانت قد زنت، فقرر الستر عليها. فرأى إمام المسجد الذي بجوارهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له: بشر فلان أنه رفيقي في الجنة.